الرحيم أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا تواصل مستمر وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوطنا السابع ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية، نتمنى التوفيق والسدادة والنجاح لجميع المشاركين في هذا الانطلاق والمسار المميز. يوم ختام السباق المحلي الأول، مشاهدينا الكرام، يوم خاص بسن الحيل والزمول وشعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. شوطنا السابع خاص بالحيل، مسافتنا هي 5 كيلومترات، نسير مع هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع البداية. أول الأسماء المنطلقة والمندفعة في مسار وتحديات هذا الشوط، المركز الأول شعاري هجن المرقاب، تتقدم هنا مذعورة بهذا الانطلاق والمسار المميز. مذعورة بشعاري هجن المرقاب يضمنها المبدأ حمد بن علي بن حلبان. بينما المركز الثاني نتابع القدوم والوصول مع ثاني المراكز مشاهدي الكرام، من تصل هنا حدث لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني، مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري، من يتابع لنا هذا الانطلاق المميز من خلال تقدم حدث مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول وقدوم من الفائزة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني القادمة مع المركز الثالث. والمركز الرابع وصول وقدوم في هذه اللحظات من الغزيل لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، من أيضا يقدم لنا انطلاقة الغزيل مع المركز الرابع. خامس المراكز نتابع الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من الجازي، من تصل مع المركز الخامس لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود الثاني، من يقدم لنا أيضا انطلاقة الجازي مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، الخمسة الأسماء الأولى الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول والبداية هناك وتحديات الصدارة. شعاري هجن المرقاب من يقود الأسماء والتحديات الأولى من خلال تقدم مذعورة مع البداية مع المركز الأول، يضمرها حمد بن علي بن حلفان مع الصدارة في هذا الانطلاق الرائع والجميل الذي يحمل لنا أيضا هذه الانطلاقة المميزة وهذه الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذا المسار. نتابع المركز الثاني وصول وقدوم الحدث لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني، مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري، من يتابع لنا حدث مع المركز الثاني. ثالث المراكز تتقدم هنا الفائزة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني قادم مع ثاني التحديات، مقدما لنا أيضا في هذا المسار مشاهدينا الكرام الفائزة. نتابع رابع المراكز وصول وقدوم من شعار هجن الشحانية، من تتقدم من ميمنة الميدان الجسرة لهجن الشحانية، يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا الجسرة مع المركز الرابع في هذا المسار. المركز الخامس هنا وصول من الغزيل لهجن الشحانية أيضا بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا الجسرة ويقدم لنا الغزيل مع المركز الرابع والمركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات الأولى مشاهدي الكرام، ولكن أسماء مميزة تحضر خلف الخمسة المراكز الأولى أيضا وفي هذا الانطلاق. لم يحل نوع الدخول إلى دائرة النداء والإذاعة، ولكن عودة مباشرة مع البداية، العودة مع المركز الأول مع شعاري هجن المرقاب، من يقدم لنا انطلاقة وحضور مذعورة هناك مع البداية، هي القائدة للأسماء، القائدة للتحديات الأولى من خلال حضورها المميز والكبير هناك مع البداية. شعاري هجن المرقاب يضمر لنا مذعورة، المبدأ حمد بن علي بن حلفان يقدم لنا مذعورة هناك مع البداية مع صدارة الشوط لتكون هي القائدة لهذا المسار المميز والجميل. نتابع ثاني التحديات، وصول من حدث لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني، مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري، من يقدم لنا حدث مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول وقدوم من الفائزة
لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني من يقدم لنا الفائزة بتحدياتها الرائعة والجميلة مع المركز الثالث المركز الرابع. تتقدم هنا الجسرة بشعار هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية من يقدم لنا الجسرة بتحدياتها الرائعة مع رابع المراكز، بينما المركز الخامس قدوم أيضا من الغزيل لهجن الشحانية بمتابعة أيضا محمد بن خالد العطية من يقدم لنا أيضا الغزيل مع المركز الخامس. أكد أي الأسماء مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة 1200 متر ما تفصلنا عن نهاية هذا الشوط، والقيادة هناك مع مدعورة لهجن المرقاب بقيادة حمد بن علي بن حلفان من يتابع لنا أيضا هذا الانطلاق المميز والجميل مع مدعورة هي القائدة للتحديات من خلال حضورها المميز والكبير. مشاهدينا متابعين الكرام تدشن أجواء الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير يا مضمرين. نتابع ثاني المراكز حدث لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الآل ثاني الحاضر المنطلق مع المركز الثاني بقيادة مهنا بن محمد بن ضامت الدوسري من يتابع لنا أيضا انطلاقة حدث مع ثاني التحديات. المركز الثالث تحركت الفائزة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني وثالث المراكز أجل الشحانية تقدم لنا الغزيل بمتابعة محمد بن خالد العطية. هكذا هي الأسماء، ولكن العودة مع البداية مع شعار هجن المرقاب من تقود الأسماء تقود التحديات الأولى مذعورة 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 مع البداية. مشاهدين الكرام بشعار هجن المرقاب طارت مع الأجواء الأخيرة والأجواء النهائية. الله يا هذا العرض المميز والكبير اللي تقدمه هنا مذعورة بشعار هجن المرقاب. أيضا حمد بن علي بن حلفان المبدع دائما وأبدا يقدم لهذه الأسماء المميزة والجميل الذي أيضا يمتلك هذا الشعار الكبير شعار هجن المرقاب ومؤسسة هجن المرقاب تقدم لهذا الجديد الرائع. مشاهدين الكرام مع بداية هذا الموسم سلام وتحية واحترام إلى هجن المرقاب والتهنية موصولة لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، والتهنية موصولة للمبدع حمد بن علي بن حلفان تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت حدث لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، والمركز الثالث كان الوصول من الفائزة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، والمركز الرابع وصلت لغزيل لهجن الشحانية، والمركز الخامس كان الوصول لمشاهدين الكرام من ريانة لهجن المرقاب بقيادة علي بن سالم المالكي. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن كان الحضور المميز من شعار هجن المرقاب الذي قدم لنا مذعورة. تهانينا والناموس على هذا الفوز الانتصار 8:12 أربع أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لمذعورة. تهانينا والناموس هجن المرقاب والتهنية لحمد بن علي بن حلفان. بينما المركز الثاني وصلت حدث توقيتها الزمني 8:13 ست أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني، والتهنية موصولة لمهنا بن محمد بن ضابط الدوسري. بينما المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام الفائزة توقيتها الزمني 8:16 بدون أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن.